السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية. النهاردة إن شاء الله نبدأ أول حصص مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية. طبعا إحنا عارفين إن عندنا بحثة بندرس فيها جبر وتفاضل ومثلثات، والفرع الثاني من الرياضيات اللي هو الرياضة التطبيقية هيكون ندرس فيها استاتيكا وهندسة. إن شاء الله نبتدي النهاردة دراسة علم الاستاتيكا، والعلم ده بيختص بدراسة الأجسام الساكنة. موضوعنا كله بنتكلم عن الأجسام الساكنة أو الأجسام المتزنة تحت تأثير عدة قوى. من خلال الحصة دي هتكون نواتج التعلم بتاعتنا إن إحنا نعرف مفهوم القوة وأنواعها ووحداتها وتعيين القوة، ونستنتج شروط اتزان جسم تحت تأثير قوتين، ونجيب محصلة قوتين متلاقيتين بيانيا ومحصلة قوتين متلاقيتين تحليليا. ده الهدف من الحصة بتاعتنا النهاردة. كل سنة وانتم طيبين، ونبدأ كده بسم الله في أول جزء من أجزاء علم الاستاتيكا. أول حاجة في مجموعة مفاهيم هنتعرف عليها، وسبق إن إحنا سمعنا عنها قبل كده في الفيزياء، زي تعريف القوة وأنواع القوة ووحدات القوة. فنبدأ كده أول حاجة نتكلم عن القوة. طبعا أنتم عارفين إن القوة دي كمية متجهة، وبتعني هي تأثير أحد الأجسام الطبيعية على جسم آخر طبيعي. لو أنا حبيت أحرك جسم من مكان لآخر، فابتدي أمسكه بإيديا مثلا. لو حبيت أحرك الموبايل، فأمسك الموبايل وأحركه لجزء لمكان آخر، فهنا في حدث قوة. القوة دي هي تأثير إيدي على الموبايل، يبقى في الحالة دي بينتج حاجة اسمها القوة. يبقى القوة هي تأثير أحد الأجسام الطبيعية على جسم آخر طبيعي. عايز أحرك كرسي، عايز أحرك أي حاجة، فابتدي بأثر بجسمي أو بإيدي على الكرسي دوت وابتدي أحركه، فبتتولد عندي حاجة اسمها قوة. القوة عندنا أنواعها كتير، لكن احنا هندي امثله لبعض انواع القوه اللي هتقابلنا السنه دي، زي قوه الوزن. طبعا سمعنا عن قوه الوزن قبل كده وهنرمز لها بالرمز واو، وطبعا دي متعلقه بجاذبيه الارض، فتعتبر قوه الوزن دايما راسيا لاسفل. تاني قوه عندي اسمها قوه رد الفعل العمودي، وبنرمز لها بالرمز ر، ودي بتبقى عموديه على المستوى الانفس، ودي بتظهر اما نحط جسم على او نضع جسم على نضد او ترابيزه. فالجسم ده بيكون وزنه الاسفل، بيضغط الجسم على الترابيزه دي او النضد الاسفل بوزنه، وهي بترد عليه بقوه تانية اسمها قوه رد الفعل اللي احنا بنرمز لها بالرمز ر. تالت قوه عندي هي قوه الشد، ودي بتظهر من خلال كلمه شد كده، بتظهر في الخيوط، في الحبال، في السلاسل، يعني بتظهر عند تعليق جسم بخيط او حبل او سلسله او سلك. تمام، زي مثلا النجفه اللي بنشوفها متعلقه في السقف، بيكون في سلسله مربوطه بيها، ففي الحاله دي النجفه بتعمل ايه في السلسله؟ بتشدها. او يكون كره مربوطه بخيط، فالكره دي ليها وزن فبتشد الخيط لاسفل، فبتظهر قوه اسمها قوه الشد وبنرمز لها بالرمز شين. وفي قوه سمعنا عنها في العلوم او في الفيزياء قبل كده اسمها قوه الجذب والتناحر، ودي بتظهر في الأقطاب المغناطيسية. لو عندي قطب شمالي وشمالي يبقى تنافر، جنوبي وجنوبي يبقى تنافر، أما لو شمالي وجنوبي بتظهر قوة تجاذب. فاحنا كده عرفنا يعني إيه قوة، وعرفنا بعض أنواع القوة. فالقوة تأثير جسم على جسم آخر. ومن أنواع القوة المشهورة اللي إحنا نستخدمها أو نشتغل بيها السنة دي قوة الوزن ورد الفعل والشد. نمرة ثلاثة، وحدات القوة، دي مهمة جدا. برضه انتوا سمعتوا في الفيزياء عن وحدة النيوتن السنة اللي فاتت، عن وحدة النيوتن من وحدات القوة، والنيوتن ده اختصار لكيلو جرام متر في الثانية تربيع. كيلو جرام متر لكل ثانية تربيع، ده اختصاره بنقول عليه نيوتن. لكن في وحدات تانية غير النيوتن زي الداين. النيوتن لما أكون ماشي بالوحدات اللي هي الكيلو جرام والمتر، يعني الوحدات الكبيرة، لكن في الداين لما أكون شغال بالوحدات الأقل، يعني بدل الكيلو جرام هيبقى جرام وبدل المتر يبقى سنتي. في الحالة دي أقدر أقارن بين النيوتن والداين.
الكيلو جرام قد ايه؟ كام جرام؟ طبعا الكيلو جرام 1000 جرام، احنا عارفين ان اي كيلو 1000، كيلو جرام 1000 جرام، كيلو متر 1000 جرام. وعارفين ان المتر 100 سنتي، يبقى ايه علاقة النيوتن بالداين؟ يبقى النيوتن بيساوي 10 اس 5 داين، لان 1000 في 100 تديني 100000. ومعنى كده ان الداين بيساوي 10 اس سالب 5 نيوتن. يبقى انا لو ماشي بالوحدات الكيلو جرام والمتر يبقى انا همشي بالنيوتن، اما لو ماشي بالجرام والسنتي يبقى انا همشي بالداين. طيب في وحدات تانية؟ الوحدات الاولانيه دي اسمها الوحدات المطلقه او الوحدات العمليه. في وحدات تانية بيسموها الوحدات التفاقليه، اللي هي الثقل كيلو جرام او الثقل جرام. وحدات التفاقليه بتعتمد على جاذبيه الارض، عجله الجاذبيه. طبعا عارفين عجله الجاذبيه، الثقل عندي اللي هو بنشيل كلمه ثقل بنحط بدلها عجله الجاذبيه اللي هي 9.8 من 10 متر في الثانيه تربيع. يبقى الثقل جرام بيساوي 9.8 من 10 نيوتن، اما الثقل جرام يبقى انا ماشي بالسنتي يبقى 980 داين. يبقى عندي اربع وحدات للقوه، النيوتن والداين والثقل كيلو جرام والثقل جرام، والتحويلات ما بينهم مهمه. ونشوف مثال كده، اول مثال يقابلنا على الوحدات. مثال واحد يقول لي اكمل ما ياتي، اعطيني 875 من 1000 نيوتن، بيقول لي بتساوي كام داين. نرجع كده للكلام بتاعنا، احنا عارفين النيوتن كام داين؟ 100000 صح؟ 10 اس 5. يبقى عشان احول النيوتن لداين اضرب الرقم دوت في 10 اس 5. نشوف كده الناتج هيبقى ايه؟ هتبقى 875 من 1000 في 10 اس 5 هيطلع 87500 داين. طب عايز احول الداين الى نيوتن. اتفقنا ان الداين بيساوي قد ايه نيوتن؟ اضرب في 10 اس سالب 5. يبقى ال 2500 داين عشان يتحولوا لنيوتن هضرب في 10 اس سالب 5، هيديني الناتج 25 من 1000 نيوتن. طبعا يكون معايا آلة حاسبة واحنا شغالين، ويكون معايا ورقة وقلم بحيث لو في قوانين نسجلها مع بعض عشان نحل مع بعض المسائل، ولو في حاجة محتاجة برضو آلة حاسبة وعايزين نراجع عليها مع بعض نشتغل بيها. تالت سؤال عندي بيقول لي 735 نيوتن عايز احولها لثقل كيلو جرام. طيب احنا قلنا في رقم 3 ان الثقل كيلو جرام ب 9.8 من 10 نيوتن. يبقى النيوتن عشان احوله لثقل اعمل ايه؟ الثقل عشان احوله لنيوتن اضرب في 9.8 من 10. يبقى النيوتن عشان احوله لثقل اقسم على 9.8 من 10. يبقى 735 نيوتن ازاي احولها لثقل كيلو جرام اقسم على 9.8 من 10؟ هيطلع الناتج 75 ثقل كيلو جرام. طيب ثالث حاجه، رابع سؤال عندي، 3920 داين ازاي يتحول لثقل جرام؟ طب الثقل جرام ب 980 داين، يبقى الداين ازاي احوله لثقل جرام اقسم على 980. يبقى ال 3920 داين اقسمها على 980 تطلع 4 ثقل جرام. السؤال الخامس، الخمسة ثقل كيلو جرام عايز يحولها لداين، يبقى هضرب في 9.8 من 10. يبقى 5 في 9.8 من 10 تديني 49 نيوتن. آخر سؤال في التحويلات، 2 ثقل جرام عايز أحوله لداين، طب الثقل جرام كام داين؟ 980. يبقى أضرب 2 في 980 تديني 1960 داين. وده كان أول سؤال في المنهج بتاعنا عن وحدات القوة اللي احنا اتكلمنا عنها. نشوف بعد كده تعيين قوة. يعني عشان اعمل قوة انا محتاج كام حاجة؟ طبعا في ناس بتعتقد او بتقول ان القوة دي كمية متجهة، يبقى ليها مقدار وليها اتجاه. جميل، بس مقدار واتجاه فقط؟ لا، ليها كمان حاجة تانية اسمها نقطة تأثير خط عملها، لان نقطة التأثير دي بتفرق. لو انا عندي جسم وجيت الجسم ده اديت له قوه في اتجاه الشمال 5 نيوتن في اتجاه الشمال، لو انا اثرت على منتصف الجسم هيتحرك حركه انتقاليه، ودي ممكن نعملها حالا دلوقتي. لو الجسم ده هو الموبايل اللي معايا وابتديت اضغط عليه من منتصف بقوه فيبتدي يتحرك حركه انتقاليه للامام، لكن لو جيت عند الطرف ودست عليه او ضغطت عليه بقوه هتلاقيه الموبايل بيلف او بيدور معايا. يبقى في الحالة دي هنا في حاجة مهمة غير المقدار والاتجاه بتاع القوة، اللي هي نقطة
تأثير خط عملها. يبقى القوة ما حد يسألني بتتعين من إيه؟ بتتعين بثلاثة أشياء، أول حاجة مقدارها، تاني حاجة اتجاهها، ثالث حاجة نقطة تأثير خط عملها. نمرة خمسة، اتزان جسم تحت تأثير قوتين. يعني إمتى يتزن جسم تحت تأثير قوتين؟ عشان نفهم الحتة دي كويس نفتكر لعبة شد الحبل. عارفين لعبة شد الحبل؟ بيكون في فريق بيشد في طرف ناحية في اليمين مثلا، والفريق التاني بيشد ناحية الشمال. لو الحبل متزن ومش متحرك، مفيش فريق كسب، يبقى في الحالة دي بنعتبر إن الحبل متزن تحت تأثير قوة الفريقين دول. تعالوا كده نفكر مع بعض ليه الحبل متزن؟ لأن أولا القوتين بتوع الفريقين متساويين، يعني القوتين مستويتين في المقدار. نمرة اتنين، اتجاه القوتين في نفس الاتجاه ولا في اتجاهين متضادين؟ طبعا في اتجاهين متضادين. تالت حاجة وآخر حاجة، إن خط عمل القوتين طبعا بيمر بالحبل، يعني على استقامة واحدة ولا لأ؟ يبقى خط عمل القوتين لازم يكون على استقامة واحدة. يبقى إيه هي شروط اتزان جسم تحت تأثير قوتين؟ نمرة واحد، القوتان يكونوا متساويتان في المقدار. نمرة اتنين، متضادتان في الاتجاه. نمرة تلاتة، خط عملهما على استقامة واحدة. طيب بعد كده عايزين نتكلم عن محصلة قوتين متلاقيتين. أولا عايزين نفهم الأول يعني إيه محصلة قوتين. محصلة قوتين هي قوة واحدة تعمل عمل القوتين. بشبهها كده، لو في عربية عطلت في الطريق، فبيبتدي سواق العربية دي يطلب حد يزق العربية معاه، يجي شخص تاني يزق معاه العربية، فالاتنين بيبتدوا يزقوا العربية. يجي واحد كده إيه يقول طيب أنا ممكن أزق العربية دي لوحدي، فيبتدي يزق العربية لوحده. يبقى في الحالة دي الشخص اللي زق العربية لوحده قوته تعادل قوة الشخصين اللي كانوا بيزقوها مع بعض، صح؟ يبقى إذا محصلة قوتين هي قوة واحدة تعمل عمل القوتين. إحنا هنا ندرس محصلة قوتين متلاقيتين في نقطة، مرة بيانيا عن طريق قاعدة خدناها السنة اللي فاتت اسمها قاعدة متوازي الأضلاع، ومرة تحليليا عن طريق القوانين. نتكلم الأول بيانيا، أنتوا خدتوا قبل كده قاعدة متوازي الأضلاع، إن لو جمعت المتجه في المتجهات، طبعا لو جمعت المتجه واو ألف زائد المتجه واو ب، وهم ضلعين من أضلاع متوازي الأضلاع، بيمثلهم ضلعين من أضلاع متوازي الأضلاع، يبقى في الحالة دي واو ألف زائد واو ب يديني المتجه واو ج، تمام؟ طب مش القوة كمية متجهة؟ فلو فرضت إن واو ألف بيمثل القوة قاف واحد، وواو ب بيمثل القوة قاف اتنين، يبقى المحصلة هيمثلها المتجه أو القطر واو ج أو المتجه واو ج. يبقى عشان أجيب محصلة قوتين بيانيا قاف واحد وقاف اتنين، بمثلهم كضلعين متجاورين من أضلاع متوازي الأضلاع، وبيكون القطر اللي ما بين القوتين بيمثل عندي محصلة القوتين. تاني حاجة، إزاي نجيب محصلة قوتين تحليليا أو عن طريق القوانين؟ ومن هنا بقى تعتبر البداية الحقيقية لعلم الاستاتيكا اللي احنا بندرسه. ازاي اجيب محصلة قوتين عن طريق القوانين؟ انتوا شايفين الشكل اللي قدامنا ده عبارة عن قوتين قاف واحد وقاف اتنين. قياس الزاوية بين القوتين زي ما انتوا شايفين ي، فدي قوة قاف واحد ودي قوة قاف اتنين، وهنا الزاوية بين القوتين ي، وعايز اعين المحصلة. وعشان اعين المحصلة محتاج مقدارها ومحتاج اتجاهها. مقدارها يعني عايز اعرف حقب كام. فهنا اول قانون يقابلنا عشان نجيب المحصلة، حقب تساوي الجذر التربيعي لقاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا ي، تمام؟ طبعا ممكن نحفظ القانون دلوقتي وممكن نسجله قدامنا في اي ورقة معانا كده نكتبها. يبقى مقدار محصلة القوتين ح بيساوي جذر مربع القوة الأولى زائد مربع القوة الثانية زائد 2 حاصل ضربهم جتا الزاوية بين القوتين، يعني جتا إيه؟ طب كده إحنا جبنا مقدار المحصلة، طب اتجاه المحصلة يتجاب إزاي؟ اتجاه المحصلة إحنا هنا بنعتبر إن اتجاه المحصلة هي زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى، اللي هي الزاوية إيه اللي إحنا شايفينها دي، فبنجيبها عن طريق ظل الزاوية إيه؟ ظاهر بتساوي قاف اتنين جاية على قاف واحد زائد قاف اتنين جتا ي.
افتكروا ان ظاهر ه دي هي زاوية ميل المحصلة على القوة الاولى. نبص كده، ه هي زاوية ميل المحصلة على القوة الاولى، هتلاقوا هنا خط واحد. طب لو جه حد طلب مني عايز ظل زاوية ميل المحصلة على القوة الثانية، لو على القوة الثانية اروح حاطط هنا قاف واحد وهنا قاف اثنين وهنا قاف واحد، يبقى على القوة الاولى لازم هنا يبقى قاف واحد وهنا وهنا قاف اثنين. اما لو على القوة الثانية زاوية ميل المحصلة على القوة الثانية، اكتب هنا قاف واحد على قاف اثنين زائد قاف واحد. يبقى دول اول قانونين نحفظهم عشان نشتغل بيهم ونحل بيهم مسائل في محصلة قوتين متلاقيتين في نقطة. سجلنا القانونين دول، تعالوا نشوف كده اول مثال ممكن يقابلنا على محصلة قوتين. مثال اثنين، احنا طبعا خدنا مثال واحد على الوحدات، ده مثال اثنين بس على محصلة القوتين. بيقول لي قوتان متلاقيتان 12 و16 نيوتن، قياس الزاوية بينهما 120 درجة، عين المحصلة. أنا عشان أعين المحصلة بيلزمني حاجتين، ثلاث حاجات، مقدار القوتين وهو عطوهم لي 12 و16، وكمان أكون عارف الزاوية بين القوتين وهو عطاني كام درجة، 120. طبعا القانون قدامنا كتبناه عندنا، هبتدي أعوض في القانون اللي هو مقدار المحصلة بتساوي ح بتساوي الجذر التربيعي لقاف واحد تربيع يعني 12 تربيع زائد قاف اثنين تربيع ب 16 أس 2 زائد 2 في 12 في 16 جتا الزاوية بينهم 120. هنحسب الكلام ده بالآلة، هيطلع الناتج 14.42%. كده جبت مقدار المحصلة. خلي بالك هو بيقول لي هنا عين محصلة القوتين، وما يقول لي عين المحصلة، المحصلة دي قوة، يبقى لازم اجيبها مقدار واتجاه. في ناس تجيب لي ح وتقول خلاص المسألة كده انتهت، لا انا بجيبها ح واجيب كمان اتجاه المحصلة بالقانون الثاني اللي هو ظاهر بتساوي قاف 2 جاي على قاف 1 زائد قاف 2 جتا ي. هنبتدي التعويض، يبقى ظاهر بتساوي قاف 2 ب 16 جاي يعني جاي 120 على قاف 1 ب 12 زائد 16 جتا 120. هنكتب الكلام ده، ندوس شيفت تان ونكتب المقدار دوت على الآلة وندوس كوما تساوي، هنطلع الزاوية بتاعتنا هتطلع هي بتساوي 73 درجة و53 دقيقة و52 ثانية. كده احنا جبنا مقدار المحصلة ب 14.42%، وجبنا زاوية ميل المحصلة. هي دي ايه؟ هي زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى، يعني المحصلة بتميل على القوة الأولى بزاوية كام درجة؟ حوالي 74 درجة، لو قربناها يعني بتميل على القوة 12 بزاوية 74 درجة. ده كده مثال مباشر على تعيين محصلة قوتين معلومتين والزاوية بينهم معلومة. تعالوا نشوف مثال ثلاثة. أعطيني هنا قوتان متلاقيتان 12 و16 محصلتهما 20 نيوتن، بيقول لي عين قياس الزاوية بين القوتين وزاوية ميل المحصلة على القوة الأولى. أي مسألة رياضة بحلها المفروض إن أنا نمرة واحد أطلع المعطيات بتاعتي وأحدد المطلوب اللي أنا عايزه ثم أبتدي الحل. طب هو أعطيني هنا إيه؟ أعطيني قاف واحد ب 12 وقاف اتنين ب 16 وأعطيني المحصلة اللي هي ح بكام؟ ب 20، وطالب الزاوية بين القوتين وطالب كمان زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى. طبعا الزاوية بين القوتين اللي هي ايه مطلوبة، وزاوية ميل المحصلة على القوة الأولى اللي هي ايه برضو مطلوبة. نشوف مع بعض الكلام. أول حاجة هنعوض في القانون اللي هو ح تربيع بتساوي قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا ي. طبعا ح عندي ب 20، اتنين بتساوي قاف واحد تربيع يعني 12 أس 2 زائد 16 أس 2 اللي هي قاف 2 زائد 2 في 6 في 12 في 16 جتا ي. ابتدي اجيب جتا ي، طبعا هنعمل بالآلة 20 أس 2 ناقص 12 أس 2 ناقص 16 أس 2 هتطلع بصفر، صفر هقسمها على المقدار دوت هيديني الناتج صفر، يبقى جتا ي بصفر. طبعا ايه الزاوية اللي جبت تمامها او جتا بتاعتها بتساوي صفر اللي هي 90، يبقى اذا الزاوية بين القوتين بتساوي 90 درجة. ده المطلوب الأول اللي هو عايز الزاوية بين القوتين. عايز قبل ما أكمل السؤال ده لاحظوا حاجة في الأرقام 12
و16 و20. دي أطول أضلاع مثلث قائم. جربوا كده، 12 أس 2 زائد 16 أس 2 هتساوي 20 أس 2. إذا لو كانت المحصلة بتمثل وتر لمثلث قائم، والقوتين هما الضلعين بتوع المثلث القائم، يبقى في الحالة دي لازم تكون الزاوية بين القوتين كام؟ 90. يبقى السؤال ده لو جاي لي اختار، مش لازم أعمل الخطوات دي كلها، ما دام وجدت إن القوتين والمحصلة بيمثلوا أطوال أضلاع مثلث قائم وتره هو المحصلة، يبقى بالتأكيد الزاوية بين القوتين 90 درجة. دي ملحوظة كده ناخد بالنا منها. طيب بعد كده هو عايز هيك، فكتبت القانون ظاهي بتساوي، كتبنا القانون وعوض، طبعا ظاهي هتساوي القاف 2 ب 16، ج جبناها ب 90، على 12 زائد 16 جت ب 90، هتطلع ه بتساوي 53 درجة و7 دقايق و48 ثانية. تعالوا نشوف مثال أربعة. قبل ما ناخد مثال أربعة، في مجموعة حالات خاصة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها، وهتفيدني كتير جدا، ولازم يجي فيها أسئلة إن شاء الله في الامتحان. حالات خاصة على محصلة قوتين. أول حالة لو القوتان في نفس الاتجاه، أولا القوتان في نفس الاتجاه. طبعا لو القوتين في نفس الاتجاه يعني القوتين منطبقتين، تمام؟ يبقى في الحالة دي الزاوية بينهم ي بكام؟ بصفر. في الحالة دي المحصلة بتساوي مجموع قوتين، يعني ح بتساوي ق واحد زائد ق اتنين، وطبعا القوتين في نفس الاتجاه يبقى المحصلة معاهم في نفس الاتجاه. في الحالة دي بنقول إن المحصلة قيمة عظمى. طب ليه؟ أنا قلت لكم إيه هنا هتبقى بصفر، مش القوتين في نفس الاتجاه تبقى إيه بكام؟ صفر. وجتا إيه؟ يعني جتا صفر هتساوي كام؟ واحد. أنتوا عارفين أكبر قيمة للجتا بتساوي واحد، يبقى إذا أكبر قيمة للقوتين لما تكون الزاوية بينهم كام؟ صفر. يبقى في الحالة دي أما ألاقي القوتين في نفس الاتجاه، يبقى في الحالة دي المحصلة بتساوي مجموع قوتين، وبقول إن المحصلة دي في الحالة دي قيمة عظمى. طب لو القوتان متضادتان في الاتجاه، في الحالة دي إحنا جمعنا أما القوتين في نفس الاتجاه، طب لو القوتين متضادتين، أيوه بطرح، يبقى ح بتساوي قف واحد ناقص قف اتنين، وهنا ممكن تبقى قف واحد أصغر، ففي الحالة دي المفروض أجيب مقياس أو القيمة المطلقة لقف واحد ناقص قف اتنين، تمام كده؟ لأن أنا مش عارف مين القوة الكبيرة، يبقى ح بتساوي الفرق بين القوتين، فعشان أضمن إن مقدار المحصلة يطلع بالموجب، فهجيب القيمة المطلقة لقف واحد ناقص قف اتنين، وفي الحالة دي إذا كان الجمع بيدي قيمة عظمى للمحصلة، يبقى الطرح هيديني القيمة الصغرى للمحصلة. في سبب تاني، لأن لما تكون القوتين متضادتين، على فكرة القوتين متضادتين، يبقى كده مثلا دي قاف واحد، والناحية التانية هنا قاف اتنين، أهي كده، يبقى الزاوية بين القوتين كل دي بكام درجة؟ تبقى إيه بكام؟ ب 180 درجة، صح؟ أنا قلت لكم أكبر قيمة للجتا أما تكون اليه جتا الزاوية كام؟ صفر. أصغر قيمة للجتا بتساوي سالب واحد عندما تكون يه بكام درجة؟ ب 180 درجة. تمام كده؟ يبقى إحنا عرفنا لو القوتين في نفس الاتجاه بجمع، لو القوتين متضادتين بطرح، لو القوتين في نفس الاتجاه المحصلة في نفس الاتجاه، أما لو قوتين متضادتين يبقى المحصلة في اتجاه القوة الكبرى. لو القوتان في نفس الاتجاه المحصلة قيمة عظمى، أما لو قوتان متضادتان يبقى المحصلة قيمة صغرى. الحالة الثالثة لو القوتان متعامدتان، متعامدتان يعني الزاوية بينهم كام درجة؟ 90 درجة، يعني ايه ب 90؟ لسه كنا قايلينها، يبقى ح بتساوي الجذر التربيعي لقاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع، وظاهر بتساوي في الحالة دي قاف اتنين على قاف واحد. أرجو إن إحنا نسجل الملاحظات دي عندنا عشان هنحل عليها مسائل. يبقى نكتب الثلاث قوانين دول اللي هما بتوع محصلة قوتين في نفس الاتجاه، أو قوتان متضادتان، أو قوتان متعامدتان. لسه في حالتين كمان. الحالة الرابعة في الحالات الخاصة، لو المحصلة عمودية على إحدى القوتين، في الحالة دي ح بتساوي الجذر التربيعي لقاف 2 تربيع ناقص قاف 1 تربيع. وفي الحالة دي
طبعا اما تكون المحصله عموديه على احدى القوتين يبقى في الحاله دي ه بتساوي كام درجه؟ لو محصله عموديه على القوه الاولى يبقى اله عندي ب 90 درجه. انتوا عارفين ظا 90 يعني ظا هي هتساوي ظا 90. ظا 90 بتبقى غير معرفه او غير موجوده، يعني معناها عدد على الصفر. ولو بصيت القانون الظاهر يبقى المقام بتاعه صفر، معنى كده وده المقام بتاع القانون الظاهر اللي هو قاف واحد زائد قاف اتنين جتا ايه بتساوي صفر. يبقى لو المحصلة عمودية على احدى القوتين هي بتبقى طبعا عمودية على القوة الصغرى، يبقى في الحالة دي ح بتساوي الجذر التربيع لقاف اتنين تربيع ناقص قاف واحد تربيع. وفي علاقة تانية ان قاف واحد زائد قاف اتنين جتا ايه بتساوي صفر. وعلى فكرة ممكن اجيب جتا ايه، يبقى جتا ايه بكام هنا؟ جتا ايه هتساوي سالب قاف واحد على قاف اتنين، ولازم قاف واحد تبقى اصغر من قاف اتنين، يبقى جتا ايه بتساوي سالب قاف واحد على قاف اتنين. ولدام الجتا ايه سالبة يبقى ليه نوعها ايه، حادة ولا قائمة ولا منفرجة؟ طبعا الجتا سالبة في الربع التالي، يعني الزاوية بين 90 و 180 يبقى ايه هتكون زاوية منفرجة. يبقى في حالة المحصلة عمودية على القوة الأولى في الحالة دي اله بتبقى قائمة أما يه بتبقى منفرجة، وكمان القوة الأولى بتبقى أصغر من القوة الثانية، وح بتساوي جذر قاف 2 تربيع ناقص قاف 1 تربيع. الحالة الخامسة والأخيرة عندنا اللي هي لو القوتان متساويتين. لو القوتين متساويتين تبقى ح بتساوي 2 قاف جتا ايه على الاثنين. يعني أنا عندي قوتين قاف وقاف، عايز أجيب محصلتهم والزاوية بينهم ايه، يبقى هتساوي 2 في إحدى القوتين قاف في جتا نص الزاوية بينهم. وطبعا لدى القوتين متساويتين يبقى المحصلة في النص اللي بينهم، يعني المحصلة تنصف الزاوية بين القوتين، يبقى المحصلة تنصف الزاوية بين القوتين. تمام؟ دول الخمس حالات بتوعنا، وتعالوا نشوف مثال على الحالات الخاصة. مثال أربعة بيقول لي قوتان متلاقيتان 12 و16 داين، عين مقدار محصلة القوتين في الحالات التالية. أول حاجة لو القوتان في نفس الاتجاه، ها فاكرين القانون؟ لو القوتين في نفس الاتجاه يبقى في الحالة دي ح بتساوي مجموع قاف واحد زائد قاف اتنين، يبقى أجمع 12 زائد 16 يديني الناتج 28 داين. يبقى طبعا اتجاه المحصلة في اتجاه القوتين، وطالب مني عين مقدار المحصلة بس، يعني بس انا اضفت كمان الاتجاه، فهنا هجمع يبقى القوتين في نفس الاتجاه بجمع القوتين اتجاهين متضادين بطرح. تعالوا نشوف مع بعض الحالة الثانية، لو القوتان متضادتان وعايز المحصلة يبقى ح بتساوي هطرح كبيرة ناقص الصغيرة، القوة الكبيرة 16 ناقص 12 يطلع الناتج 4، واتجاه المحصلة ماشي مع اتجاه القوة الكبرى اللي هي 16. عايز اقول ملحوظة قبل ما نعدي اولا وثانيا، هنا ح قيمة عظمى بكام؟ ح قيمة عظمى اللي هي 28. طب وح قيمة صغرى بكام؟ ب 4. لذلك ممكن يطلب مني ح بتنتمي للفترة كام؟ يبقى ح بتنتمي للفترة 4 و 28. يعني قيمة ح بين محصلة القوتين 12 و 16 قيمة الح بتاعتهم بتنتمي للفترة 4 و 28، يعني بتنتمي للفترة اللي هي الفرق بين القوتين ومجموع القوتين. طب الحالة الثالثة لو قوتان متعامدتان. لو قوتان متعامدتان يبقى المحصلة في الحالة دي ح بتساوي جذر قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زي فيثاغورس كده، اللي هو جذر 12 أس 2 زائد 16 أس 2، هتطلع معايا الناتج 20 داين. بقت أول ثلاث حالات سهلين جدا، قوتين في نفس الاتجاه اجمع، قوتان متضادتان اطرح، قوتان متعامدتان بشتغل كأنها نظرية فيثاغورس. طب لو المحصلة عمودية على إحدى القوتين، طب هسأل سؤال، أنا عندي قوتين 12 و16، يبقى المحصلة لو كانت عمودية تبقى عمودية على القوة 12 ولا 16؟ أنا اتفقت معاكم إن هي عمودية دايماً على القوة الصغرى اللي هي القوة كام؟ 12، يبقى هنا هي عمودية على القوة 12. طب عايز المحصلة، يبقى ح بتساوي الجذر التربيعي لقاف 2 تربيع ناقص قاف 1 تربيع. أنا عايزكم تقارنوا بين الحالة بتاعت ثالثاً ورابعاً.
الحالتين دول عاملين زي نظرية فيثاغورس، بس في حالة القوتين متعامدتين يبقى ح هو الوتر، يعني بيساوي الجذر بتاع قاف واحد تربيع زي قاف اتنين تربيع. أما في حالة المحصلة عمودية على القوة الأولى بتبقى ح ضلع، وبتكون القوة الثانية هي الكبيرة، فتبقى ح بتساوي جذر قاف اتنين تربيع ناقص قاف واحد تربيع، اللي هو جذر 16 أس 2 ناقص 12 أس 2، هيطلع الناتج معايا 4 جذر 7. أنا كتبت مثال 4، ده مثال واحد بس تحتيه أربع حالات من الحالات الخاصة اللي إحنا إتكلمنا عليهم. وزي ما إحنا واضح قدامنا إن الكلام ساهل مش صعب، أرجو إن إحنا نكون استوعبناه. تعالوا نشوف مثال 5. مثال 5 بيتكلم عن سؤال اختار من متعدد، أعطيني إجابات، أربع إجابات ألف وب وجيم ودال، وطالب مني اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول، أعطيني قوتان 3 و8 نيوتن محصلتهما 11 نيوتن، فإن قياس الزاوية بينهم بتساوي كم درجة؟ موضوع سهل وموضوع جميل، وموضوع الزاوية ده بيجي على طول برضه في أسئلة الامتحانات. طب أنا أعرف إزاي الزاوية أقدر أجيبها على طول؟ وطبعا لو سؤال اختار بيبقى في الأغلب مش محتاج خطوات، يعني مش محتاج خطوات كتير، يعني خطوة أو كده، ممكن أعمله من غير استخدام الآلة الحاسبة ولا القوانين. تعالوا كده نقارن بين القوتين، يعني دي قاف واحد بكام؟ تعالوا كده نوضحها، قاف واحد بثلاثة وقاف اتنين بكام؟ بثمانية، والمحصلة طلعت ب11. ايه علاقة ال11 بالثلاثة والثمانية؟ في ناس بتقول لي ال11 دي بتساوي مجموع قوتين 3 و8. طب امتى تكون المحصلة بتساوي مجموع قوتين؟ ايوه، اما يكون القوتين في نفس الاتجاه. يبقى في الحاله دي الزاويه بينهم ايه؟ بكام درجه؟ انا سامع حد يقول اجابه صحيحه اللي هي الاجابه ج بكام؟ بصفر. يبقى اذا الاجابه عندنا الزاويه بين القوتين لو المحصله بتساوي مجموعهم بتساوي صفر. نشوف السؤال الثاني، قوتان 13 و2 قاف ناقص 1 نيوتن، المحصله تنصف، حطوا خط كده تحت كلمه تنصف الزاوية بين القوتين. بنصف الزاوية بين القوتين. طب امتى المحصلة تنصف الزاوية بين القوتين؟ طبعا لو القوتين دول متساويتين. يبقى هكتب 2 قاف ناقص 1 بتساوي 13. يعني 2 قاف هتساوي 14. يبقى القاف بتساوي كام؟ 7. معايا ورقة وقلم نكتب كده، 2 قاف ناقص 1 هتساوي 13. يبقى 2 قاف هتساوي 14. يبقى طبعا ق بتساوي 7، يعني الإجابة عندي هي الإجابة ج. طيب السؤال الثالث، قوتان ق وق قياس الزاوية بينهم 120 درجة، فإن مقدار المحصلة بتساوي كام؟ طبعا دول قوتين متساويتين، يبقى في الحالة دي ح بتساوي ايه؟ بتساوي 2 ق جتا ايه على 2؟ جتا ايه على 2؟ يعني جتا كام؟ جتا 120، وجتا على الاثنين 120 على الاثنين يعني جتا 60. جتا 60 بنص، اما اضربها في اثنين تبقى بواحد. يبقى محصله القوتين لما يكونوا متساويتين والزاويه بينهم 120 هتساوي كام؟ هتساوي قاف، يعني بتساوي احدى القوتين. ودي ممكن نكتبها ملحوظه عندنا، اي قوتين متساويتين الزاويه بينهم 120 المحصله تساوي احدى القوتين، يبقى قاف وقاف والزاويه بينهم 120 محصلتهم من غير آلة ومن غير قوانين محصلتهم تساوي إحدى القوتين، يعني بتساوي القوس. نشوف السؤال الرابع في أسئلة اختار، قوتان 12 و9 محصلتهم 15 نيوتن، فإن قياس الزاوية بينهما بتساوي كام درجة؟ طيب تعالوا مع بعض كده نشوف مع بعض، إيه العلاقة بين القوة 12 و5 اللي قاف 1 وقاف 2 والمحصلة 15؟ هل المحصلة بتساوي مجموعهم؟ لا. هل بتساوي الفرق ما بينهم؟ برضه لا. طب ايه الارقام 12 و9 و15 دي؟ لو حد عنده قوة ملاحظة هيلاحظ ان هي اطوال اضلاع مثلث خالص. 12 اس 2 زائد 9 اس 2 نجرب بالآلة كده هتساوي 15 اس 2. كده عرفنا بقى الزاوية بين القوتين هتساوي كام درجة؟ طبعا هتساوي 90 درجة. السؤال الخامس، قوتان قاف واتنين قاف
المحصلة عمودية على القوة الأولى. فإن قياس الزاوية بينهما هنا الضمير عايد على القوتين اللي هي جتا ايه؟ فاكرين جتا ايه بتساوي ايه بالصلة كده؟ جتا ايه بتساوي سالب قاف واحد على قاف اتنين، يعني سالب قاف على اتنين قاف، سالب قاف على اتنين قاف يعني سالب نص. ايه الزاوية اللي الجتا بتاعتها سالب نص؟ هدوس شيفت كوزين سالب نص هتطلع معايا الزاوية 120 درجة. السؤال السادس، قوتان 5 و8 نيوتن، فإن مقدار المحصلة تنتمي للفترتين. طبعا احنا قلناها من شوية، اتفقنا ان محصلة قوتين بتنتمي للفترة اللي هي الفرق بين القوتين ومجموعهم. 5 و8 الفرق بينهم كام؟ 3، و5 و8 مجموعهم كام؟ 13. يبقى الإجابة عندي 3 و13 نيوتن، يبقى حق قيمتها بتنحصر ما بين من اول 3 لحد 13. اي قيمه ح للقوتين او محصله القوتين 5 و8 بتنتمي للفتره المغلقه 3 و13. سابع، واللي مركز معايا السؤال ده قابلنا من شويه قلنا عليه ملحوظه، بيقول لي قوتان 15 و15 يعني متساويتين ومحصلتهم برضو 15، يبقى قياس الزاويه بين القوتين كام؟ ده انا لسه قايلها في الصفحه من صفحتين كده، الشريحه اللي قبل دي. قوتين 15 و15 نيوتن محصلتهم 15، فان قياس الزاويه بين القوتين كام درجه؟ طبعا قلناها كام درجه؟ 120 درجه. قلنا ملحوظه ان اي قوتين متساويتين الزاويه بينهم 120، المحصله تساوي احدى القوتين. طب هو اعطيني قوتين بيساوي المحصله، يبقى في الحاله دي الزاويه بين القوتين 120. السؤال الثامن، قوتان 3 قاف و2 قاف محصلتهما قاف، طب ايه علاقه قاف ب3 قاف و2 قاف؟ ده بتساوي الفرق بين القوتين. طالما المحصله بتساوي الفرق بين القوتين يبقى القوتين اتجاههم كان ايه؟ متضادتين. يبقى في الحاله دي الزاويه بين القوتين تساوي كام درجه؟ تساوي 180 درجة. السؤال نمرة 9 بيقول لي مقدار محصلة قوتين يعني تنتمي للفترة 3 و9. يبقى مقدار محصلة قوتين بينتمي للفترة كام؟ 3 و9. عايز مقدار القوتين. طب احنا عارفين ان الفترة دي قوتين. طب وال9 بتعبر عن ايه؟ عن مجموع قوتين. يبقى انا هختار القوتين اللي الفرق بينهم 3 ومجموعهم 9. ايه الارقام اللي موجوده عندي هنا تحت وتصلح يكون الفرق بينهم 3 ومجموعهم 9؟ نجرب الاولى كده، 3 و9 الفرق بينهم 6، طبعا غلط، انا عايز الفرق بينهم 3. 6 و9 الفرق بينهم 3، جميل. طب هل مجموعهم 9؟ غلط. تعالوا نشوف ج، 3 و6 الفرق بينهم 3؟ نعم. طب 3 و6 مجموعهم كام؟ 9. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الإجابة دي، طبعا ده اللي هتبقى غلط. ونشوف مع بعض مثال آخر. مثال 6، قوتان 5 و13 ثقل كيلو جرام محصلتهما عمودية على القوة الأولى. يقول لي أوجد ظل قياس الزاوية بين القوتين، عايز ظل قياس الزاوية بين القوتين. أهم نقطة عندي اللي هي الملحوظة دي، إن المحصلة عمودية على القوة الأولى. واتفقنا لما تكون المحصلة عمودية على القوة الأولى ان قاف واحد زائد قاف اتنين جتا ايه بتساوي صفر، كاتبينها في الملاحظات. قاف واحد بخمسه وقاف اتنين ب13 جتا ايه بتساوي صفر، يبقى الجتا ايه بتساوي سالب 5 على 13. طبعا ممكن ارسم مثلث قائم واحط المجاور بخمسه والوتر ب13، هحصل على المقابل ب12، يبقى ظل الزاويه هيساوي سالب 12 على كام؟ على 5. نشوف مثال 6 7. مثال 7 مثال سهل، خدنا برضو فكرته في الأسئلة اختار. بيقول لي قوتان 3 قاف ناقص 5 وقاف زائد 7. أرجو إن تكون الملاحظات الخمسة اللي أنا قلتهم، عشان في أسئلة كتير عليهم يعني، تكون قدامنا وإحنا بنحل دلوقتي. طيب، قوتان 3 قاف ناقص 5 وقاف زائد 7. بيقول لي المحصلة تنصف الزاوية بين القوتين. أما يقول لي المحصلة تنصف الزاوية بين القوتين ده معناه إيه؟ إن القوتين دول متساويتين، فأنا هساويهم ببعض
يبقى اذا القوتين متساويتين، يعني 3 قاف ناقص 5 بتساوي قاف زائد 7، يبقى 3 قاف ناقص قاف ب 2 قاف، والسالب 5 بتيجي الناحية التانية بالموجب زائد 7 تدي 12، يبقى القاف بتساوي كام؟ 6. يبقى في الحالة دي القوة بتساوي 6. نشوف مثال 8. مثال 8 برضو مثال سهل وبرضو على الحالات الخاصة. قوتان قاف وقاف نيوتن محصلتهما قاف نيوتن برضو، عين قياس الزاوية بين قوتين. السؤال ده لو جاي اختار مش مقالي، ده انا احط الزاوية على طول. قلناه لو قوتين متساويتين والمحصلة تساوي احدى القوتين تبقى الزاوية بينهم كام؟ ايوه صح، 120 درجة صح. لكن احنا عايزين نستنتجها مع بعض، تعالوا نستنتجها بقى مع بعض. اولا ح لدى القوتين متساويتين بتساوي 2 قاف جتا ايه على 2. ح عندي بتساوي قاف، فشلت ح وكتبت قاف، بتساوي 2 قاف جتا ايه على 2. احذفوا لي قاف من هنا مع قاف من هنا كان واحد، يبقى جتا ايه على 2 هتساوي 1 على 2 يعني نص، او جتا ايه على 2 بتساوي قاف على 2 قاف بتساوي نص. طبعا ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص؟ طبعا 60. شفت زي النص هتطلع معايا كام؟ 60. يبقى ايه على 2 ب 60؟ يعني نص ايه ب 60؟ تبقى الزاويه بينهم كام درجه؟ 120. طبعا هو سؤال سهل لو عارفين الملحوظه كمان، لكن ادينا اثبتناه بالخطوات كمان عن طريق القانون. نشوف مثال 9. قوتان قاف و2 قاف تؤثران في نقطه ماديه. إذا ضعفت القوة الثانية، يعني القوة الثانية دي ضعفتها بقت 4 قاف طبعًا. وزيد مقدار القوة الأولى 15، يعني أضفت للقوة الأولى 15، لا يتغير اتجاه المحصلة. عايزين نقف عند كلمة اتجاه المحصلة. اتجاه المحصلة هنا يقصد بيه إيه؟ يقصد بيه زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى اللي هي قاف. تمام؟ يعني إيه؟ تمام كده؟ تعالوا ناخد السؤال ده بالتفصيل لأنه سؤال فيه فكرة وسؤال مميز وسؤال جميل. أول حاجة أدي الشكل الأولاني، هو بيقول لي عندك قوتين، أدي قاف واتنين قاف. تمام؟ هنفرض إن المحصلة بتاعتهم هنسميها ح واحد، وبتميل على القوة الأولى بزاوية هي. تمام كده؟ طيب، بعد ما ضعفنا القوة الثانية بيقول لي إيه؟ إذا ضعفت القوة الثانية كانت 2 قاف بقت 4 قاف. وأضفنا للقوة الأولى 15 بقت قاف زائد 15. بيقول لي لا يتغير اتجاه المحصلة، يبقى المحصلة تصنع مع القوة الأولى برضو زاوية اسمها إيه؟ إيه؟ طب مش ظاهي هنا معنى كده تساوي ظاهي هنا؟ هكتب العلاقة دي، ظاهي بتساوي إيه؟ في الحالة الأولى هتساوي قاف 2 اللي هي ب2 قاف جاية على قاف 1 اللي هي بقاف زائد 2 قاف جتا إيه؟ الحالة الثانية ظاهية هتساوي ايه؟ هتساوي القوة الثانية ب4 قاف جاية على القوة الأولى بقاف زائد 14 زائد القوة الثانية 4 قاف جتين. هساوي الكسرين دول ببعض، النسبتين دول ببعض. بصوا كده للبسط، 2 قاف نختصر كده مع بعض، 2 قاف جاية ودي 4 قاف جاية، لو قسمت الطرفين على 2 قاف جاية ده يروح مع ده كده يتفضل هنا 2. طيب تعالوا بقى، وهنا طبعا 1. تعالوا حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. هضرب الاثنين دي في قاف 2 قاف والاثنين دي في 2 قاف، يطلع الناتج 4 قاف جتا ايه. وهضرب الواحد في المقدار ده هيديني قاف زائد 15 زائد 4 قاف جتا ايه. هنحذف 4 قاف جتا ايه مع 4 قاف جتا ايه، اتفضل لي 2 قاف بتساوي قاف زائد 15، 2 قاف ناقص قاف يبقى القاف هتساوي كام؟ 15. سؤال مميز حله مش طويل لكن بيعتمد على الفهم، وده من الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحانات، ممكن تيجي مقالي طبعا اكتر، يعني سؤال مقالي اكتر منه سؤال يجي اختار. نشوف مثال 10. قوتان مقدارهما 12 وقاف تؤثران في نقطة مادية، تعمل الأولى في اتجاه الشرق والثانية في اتجاه 60 جنوب الغرب. أوجد مقدار قاف ومحصلة القوتين إذا علم أن خط عمل المحصلة يؤثر في اتجاه 30 جنوب الشرق. تعالوا المسألة دي محتاجة تترسم معايا. هنرسم طبعا محاور إحداثيات. القوة الأولى 12 في اتجاه الشرق أهي،
قوة 12 في اتجاه الشرق كده اتجاه الشرق، والقوة الثانية في اتجاه 60 جنوب الغرب، ادي ده كده اتجاه 60 جنوب الغرب، يبقى احط الزاوية ناحية الغرب 60، يبقى القوة عندي ق. والمحصلة بتعمل في اتجاه 30 جنوب الشرق، يبقى ادي جنوب الشرق وحط ال 30 ناحية الشرق. طيب اما تكون الزاوية دي كده ب 60 والزاوية دي ب 30، تبقى الزاوية ما بين هنا طبعا المحصلة، الزاوية بين المحصلة والقوة خد كام درجة؟ 90 درجة، صح كده؟ يعني المحصلة عمودية على القوة ق. طب ما تكون المحصلة عمودية على القوة ق، إذا فاكرين القانون؟ ق واحد زائد ق اتنين جتا هي بتساوي صفر، ق واحد بإيه؟ عندي أنا أعتبر ق واحد هي ق، ها؟ يبقى ق زائد ق اتنين ب 12 جتا إيه؟ يعني جتا 120. طب 120 جت منين؟ لأن الزاوية دي كلها كده 90 و30 هتساوي 120 درجة، اللي هي ايه؟ ب 120 درجة. يبقى في الحالة دي ق هتساوي 6. طب كده جبنا مقدار ق. طب عايز المحصلة، طبعا عارفين المحصلة بتساوي جذر ق 2 تربيع مع ق 1 تربيع. الترتيب بتاعنا مش مشكلة، يعني حسب القوة الكبيرة، القوة الكبيرة عندي ق 1 ولا ق 2؟ طبعا ق واحد اللي هي ب 12، يبقى اعوض هنا ق واحد تربيع بتساوي 12 ناقص ق اتنين تربيع ب 6، هيطلع الناتج ح بتساوي 6 جذر 3 سخن كيلو جرام. نشوف مع بعض مثال 11. قوتان متساويتان مقدار كل منهما ق سخن كيلو جرام تحصران بينهم زاويه 120 درجه، وإذا تضاعفت القوتان وأصبح قياس الزاوية بينهم 60 زادت المحصلة بمقدار 11 عن الحالة الأولى. برضو سؤال مميز، والسؤال ده موجود في كتاب المدرسة، أنا اعتمدت في الأسئلة بتاعتنا من كتاب المدرسة ومن بنك المعرفة، من أسئلة بنك المعرفة من المنصات بتاعتها. نشوف كده مع بعض الإجابة بتاعت السؤال ده. أنا عندي قوتين متساويتين، طبعا قبل ما نقول الاجابه، طبعا قوتين متساويتين الزاويه بينهم 120، قلنا عليها ثلاث مسائل النهارده. فقوتين متساويتين لدينا الزاويه بينهم 120 تبقى المحصله تساوي اي واحده فيهم، طبعا القوتين انا فرضتهم ق وق، الزاويه بينهم 120، يبقى في الحاله دي المحصله هتساوي ح هتساوي ق. طيب دي اول جزء من المساله. واذا دي لازم احطها تحتها خطين، يعني دي كانها سؤال جديد. وإذا تضاعفت القوتان، يعني بدل قاف وقاف بقت كام وكام؟ 2 قاف و2 قاف. يبقى المحصلة في الحالة الثانية دي هتزيد 11 عن الحالة الأولى، ففي الحالة الأولى كانت قاف، يبقى في الحالة الثانية أما ضاعف هتبقى المحصلة بتساوي قاف زائد 11. يبقى المحصلة هتزيد عن الحالة الأولى بكام؟ ب 11. طب نكتب القانون بتاعنا. أنتوا عارفين إن ح بتساوي إيه؟ ح بتساوي 2 قاف جتا إيه على 2. ح عندنا طالعه بق زائد 11 بتساوي 2، احدى القوتين مش القوه تضاعفت بقت 2 ق، جتا 120 على 2 يعني جتا 60. في الحاله دي ق زائد 11 هتساوي 2 جذر 3 ق. هناخد ق مشترك، هيبقى ق في 2 جذر 3 ناقص 1 هتساوي 11، هتقسمه بالاله ق بتساوي 11 على 2 جذر 3 ناقص 1، هيطلع الناتج 2 جذر 3 زائد 1. سؤال فيه فكره وسؤال مميز، ارجو ان احنا نراجعه، وطبعا ممكن نشوفه مره واثنين وثلاثه بحيث ان احنا نحاول نحله تاني ويكون سهل بالنسبه لنا ان شاء الله. مثال 12 مثال مميز برضه، بيقول لي هنا اعطيني ثلاث قوى، احنا طبعا خدنا محصله قوتين بس. لكن هنا طالب مني عين محصله القوى الثلاثه، في هنا قوه 12 وفي قوه 12 وفي قوة 12 جذر 2. عايز اجيب محصلة الثلاث قوى، طبعا مش هينفع اجيب الثلاثة مع بعض، فالأول هجيب محصلة القوة 12 مع القوة 12. ليه دول أسهل؟ لأنهم قوتين متساويتين الزاوية بينهم 90 درجة، طبعا عارفين ح واحد اللي هي محصلة القوتين 12 و12، طبعا القانون عارفينه، لما يكون عندي قوتين متساويتين هيساوي 2 ق جتا إيه على 2، يعني 2 في 12 في جتا 90 على 2 يعني جتا 45، هيطلع محصلة القوتين ب 12 جذر 2. طبعا في النص يعني بيقسم الزاوية 90، يبقى ده كده المحصلة بتاعتي الجديدة بتاعت القوتين دول.
اول ما جبت المحصله يبقى انا هشيل القوه 12 والقوه 12 دي، ويبقى هنا يفضل عندي القوه المحصله بتاعتهم 12 جذر 2، وطبعا الزاويه دي هتبقى 45 لان المحصله بتنصف الزاويه بين القوتين، ودي برضو ب 45 درجه. طيب كده انا جبت محصله 12 و12، فاضل لي 12 جذر 2 و12 جذر 2. طب الزاويه بينهم برضو كام؟ الزاويه دي كل دي بكام؟ ب 90. فجيب المحصله الاخيره بقى ح 2 بتساوي 2 ق برضو جتا يعني 2 2 في احدى القوتين اللي هم 12 جذر 2 في جتا 90 على 2 يعني 45، هيطلع الناتج 24. يبقى محصله الثلاث قوى بتوعي الاولانيين هيساوي كام؟ 24 وحده قوه. نشوف مثال اخر، مثال 13. بيقول لي هنا عين محصله القوتين، هنا عندي اربع قوى 18 و18 و9 جذر 2 و9 جذر 2. قبل ما نقول بس الكلام تعالوا نبص كده على القوى. انا هقسم المجموعه دول اربع قوى، هجيب محصله القوى 18 و18 الاول عشان دول متساويتين. طب الزاويه بينهم كام؟ الزاويه دي كلها كام درجه؟ طبعا هتساوي 120. طالما القوتين متساويتين والزاويه بينهم 120 يبقى المحصله هتساوي احدى القوتين، يعني هتساوي كام؟ 18. يبقى اشطب على القوه 18 و18 واجيب المحصله بتاعتهم برضه هتطلع ب 18، وهتنصف الزاويه بين القوتين، يعني الزاويه دي 60 درجه والزاويه دي كلها برضه 60 درجه. كده انا خلصت من محصله ال 18 و18. فاضل القوتين اللي هم 9 جذر 2 و9 جذر 2، يبقى ح بتساوي محصلتها هتساوي 2 ق جتا اي على 2، يعني 2 في 9 جذر 2 في جتا. طبعا تعالوا نحسب بقى الزاويه بين القوه 9 جذر 2 و9 جذر 2 اللي هي الزاويه دي كام درجه؟ 90. 90 على 2 يعني 45، تطلع 18. يبقى اذا القوتين 9 جذر 2 و9 جذر 2 محصلتهم برضو كام؟ هتطلع ب 18، وبتنصف الزاويه بينهم يعني الزاويه دي كده بكام؟ ب 45. وطبعا الزاويه دي مش كلها ب 90، خدنا هنا 60 يبقى هنا كام درجه؟ 30. 30 و 45 تعتبر القوتين اللي عندي بقى 18 و18 دول هجيب محصلتهم اخر حاجه هتساوي 2 ق جتا اي على 2، يعني 2 في 18 في جتا 75 على 2، هيطلع الناتج 28 و56 من 100. اخر سؤال عندي، ثلاث قوى 3 و4 و5 نيوتن، قياس الزاويه بين القوتين الاولى والثانيه 90. بيقول لي عين القيمه العظمى والصغرى لمحصله القوى الثلاثه. هو هنا ما ادانيش غير الزاويه بين القوه الاولى والثانيه اللي هي 90، فاقدر اجيب محصله القوتين 3 و4، اجيب الجذر التربيع لقاف 1 تربيع 3 تربيعها ب9 و4 تربيعها ب16، هيطلع محصله القوتين 4 و5، يعني هشيل القوتين 4 و5 المحصله بتاعتهم ب5. هو بقى عايز القيمه العظمى والقيمه الصغرى لمحصله القوة الثلاثة. كده ما بقاش عندي ثلاث قوى، بقى عندي قوتين، قوة بخمسة وقوة ثانية بخمسة. يبقى القيمة العظمى مش بجمع 5 زائد 5 هتساوي 10 نيوتن، والقيمة الصغرى المحصلة بطرح 5 ناقص 5 هتديني 0. أرجو إن إحنا نكون استفدنا من الأسئلة اللي إحنا حطيناها، حطينا مجموعة أسئلة حوالي 14 مثال، وعرفنا إزاي نجيب محصلة قوتين. أتمنى لكم التوفيق والنجاح والتفوق، إن شاء الله نلتقي في الحصة القادمة يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 7، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.